جديدة من حلقات قناة الخبر. جدا سعيد بلقائكم. إذا كيعجبكم هذا المحتوى هذا كنذكركم تشتركوا في القناة وما تنساوش تضغطوا على الجرس حتى يأتيكم جديد قناة الخبر. كثر الحديث الأسبوع اللي فات على أن أمريكان ودونالد ترامب عرض أنه يشري جزيرة جرينلاند. جزيرة جرينلاند جات في القطب الشمالي، هي أكبر جزيرة في الأرض، المساحة ديالها أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، وهي تابعة لمملكة الدنمارك. في 1979 كانت أعطتها الدنمارك حكم ذاتي، وفي 2018 كانوا داروا استفتاء وصوتوا السكان ديال جرينلاند، صوتوا كلهم على حكم ذاتي موسع. سكنة جرينلاند تقريبا 60,000 نسمة. إلا شتي ستاد عامر من دوك الملاعب الكبار، هادوك هما سكان جرينلاند. علاش ميريكان طرحات تشري جرينلاند؟ الأسباب كثيرة. أولا الموقع ديالها الاستراتيجي، جرينلاند جات في القطب الشمالي، وخصوصا دابا كاينه منافسة على الموارد اللي كاينه في هذه المنطقة، ومنها النفط. التنافس كبير بين ميريكان والصين وروسيا. أسباب أخرى، تحت هذاك الثلج كاين الذهب، كاين اليورانيوم، كاين الزنك، كاين النحاس، كاينه ثروات طبيعية كثيرة ومعادن كثيرة، وخصوصا كاينين المعادن النادرة. دوك المعادن دابا اللي كيتقاتل عليها العالم وكتسيطر على عدد كبير منهم الصين، وكيدخلوا في الصناعة ديال التكنولوجي، كيدخلوا في الصناعة ديال البورتابل، ديال هاد التلفازات سمارت تي في، ديك التلفازات الذكية، وعندهم مستقبل كبير مع التكنولوجيا اللي جاية من هنا لقدام. المعادن النفيسة ولا المعادن النادرة كتدخل في هاد الصناعة هادي. كاين سبب واحد اخر علاش امريكان بغات تشري جرينلاند، أن عند أمريكان عندها تما قاعدة جوية اسمها ثولي إيربيس، قاعدة مهمة بزاف، هي قاعدة جوية وفيها القيادة الجو والفضاء. حيت دابا ما بقاش كيتكلم غير على الجو، كتكلم على الجو والفضاء، لأن كاين دول دابا حاطة أسلحة في الفضاء الخارجي، أقمار صناعية وموجهة لمناطق معينة باش كتستعملها النهار اللي غيكون تهديد. إذن جرينلاند مهمة استراتيجية للأمريكان، حيت الفوق حدا كندا، حدا روسيا، حدا الصين، والصين أصلا موجودة في جرينلاند وكتنقب دابا على النفط. كاين سبب كبير مهم واحد آخر، أن جرينلاند منذ آلاف السنين عمرها ما تنقبت. علاش؟ لأن 80% من الأرض مغطى بالثلوج، وطبعا باش تحيي الثلج خصك بعدا ثروة كبيرة ومبالغ مالية ضخمة غير باش تحيد الثلج باش تبدا تنخب. ولكن دابا علاش تشجعات أمريكان تشري جرينلاند؟ لأن هذاك الثلوج غادا كتذوب. كاين دائما في التقارير كتقول أن الثلج جرينلاند بدا كيذوب، مما يسهل من طبيعة الحال عملية التنقيب. فهي بالنسبة للتنقيب على المعادن وعلى النفط وعلى الثروات الأخرى، فهي تعتبر واحدة من الأراضي العذراء في الأرض اللي مازال ما قاصها حتى شي واحد. ولكن هنا السؤال دابا، من واحد كيشري خصو يعرف واش داكشي اللي باغي يشريه للبيع. كاين واحد السؤال، واش جرينلاند للبيع؟ الجواب هو لا. نحد الان عن اخر حد الان، جرينلاند ماشي للبيع. وكانت تكلمات رئيسة الوزراء ديال الدنمارك وقالت لك بان جرينلاند ماشي للبيع. علاش تكلمات رئيسة الوزراء ديال الدنمارك وما تكلمش شي مسؤول في جرينلاند، رغم ان كاينه حكومه في جرينلاند؟ لان الدنمارك مسؤولة على جوج ديال الحوايج في جرينلاند، مسؤولة على الدفاع جرينلاند، ومسؤولة على الشؤون الخارجية ديال جرينلاند. ما يمكنش مسؤول سياسي ولا شي وزير سياسي يتكلم في اي حاجة اللي عندها علاقة بالخارج ولا يتفاوض، ما عندوش الحق. الكلام مع الخارج والسياسة الخارجية ديال جرينلاند مكلفة بها الدنمارك. داكشي علاش شفنا وزيرة الخارجية الدنمارك هي اللي جاوبات بالنيابة عن حكومة جرينلاند. وجرينلاند ملي كتدافع على راسها كتقول حنا ما غاديش نبيعوا راسنا، حنا لسنا للبيع، عندنا ثروات، عندنا اسماك، عندنا معادن، كاينه سياحة جاية، عندنا الماء الخالص في الارض، عندنا الثلج الخالص في الارض. شنو كان خصنا بهذا الشيء؟ دابا كاينين شركات في جرينلاند كتشد هذاك الثلج اللي عندهم، كيمشيو كيداخل في البحر كياخذوا داك الثلج وكيخليو حتى كيذوب، وهذاك الماء يعتبر البيوريست وار، اصفى ما في الارض هو ديال جرينلاند، ما صافي، والثلج اللي عندهم حتى هو ما ثلج صافي
لان ما موسخش ما ملوتش ما حتى نظيف جدا. السؤال مهم خصنا نجاوبوا عليه، واش هذه اول مره امريكان كتحاول تشري غرينلاند؟ الجواب هو لا. كانت طرح شراء غرينلاند في 1946، في ذاك الوقت كان وزير الخارجيه سميتو جيمس بيرنز ورئيس هو هاري ترومان، وكان جيمس بيرنز تلقى بوزير الخارجيه ديال الدنمارك في الامم المتحده في نيويورك، وطرح معاه المساله ديال شراء غرينلاند. ولكن في الحقيقه امريكان حاولت 100 سنه من قبل من هذا التاريخ، هذا 100 سنه قبل من 1940 حاولت تشري غرينلاند. اللي طرا ان في ذاك الوقت وزير الخارجيه ديال الامريكان ويليام سوورد يلاه سالا مفاوضات وشراء الاسكا، حتى هو يتلفت لغرينلاند لان الاسكا حدا منطقه متقاربه، وطرح شراء غرينلاند، وكان عاوتاني الجواب هو الرفض. نجاوبوا على سؤال اخر، واش امريكان فايت ليها شرات اراضي من دول خارجيه؟ الجواب نعم. في 1867 امريكان شرات الاسكا من روسيا ب 7,200,000 دولار. في 1898 امريكان شرات جزء من الفلبين كلها من اسبانيا ب 20,000,000 دولار. في 1917 امريكان شرات فيرجن ايلاندز ب 25,000,000 دولار من الدنمارك. اذا كاينه سابقه ان امريكان شرات قطعه ارض من الدنمارك، وبين امريكان والدنمارك كاين هناك تاريخ في شراء الاراضي. ومن طبيعه الحال اهم واشهر شراء قطعه ارض من دوله خارجيه من طرف امريكان هي ولايه لويزيانا، من شراتها امريكان ب 15,000,000 دولار من فرنسا سنه 1803. دابا لويزيانا هي بالضبط ربع مساحه امريكان، ولويزيانا تقريبا بالضبط هي نفس مساحه غرينلاند. فالدنمارك كتصرف على غرينلاند 700,000,000 دولار في السنه. الطريقه اللي طرح دونالد ترامب انه يشريها انه هو غادي يتكلف ديك المصاريف من طبيعه الحال. واهم حاجه الرئيس الامريكي هذا، الرئيس هذا دونالد ترامب كيفكر عنده عقليه ديال التاجر، فالكثير من الرؤساء في العالم كيفهموا السياسه لكن ينقصهم الاقتصاد، كينقصهم التجاره، كينقصهم البيزنس. هذا كيجمع كلشي، كيفهم في السياسه وكيفهم في التجاره وكيفهم في البيزنس، ومن طبيعه الحال هو بيزنس مان وخريج اهم مدرسه ديال البيزنس في امريكان، وتعتبر اهم مدرسه ديال البيزنس في العالم. الان اللي بغيت نقول ان في السياسه ما كايناش لا الى الابد وما كايناش نعم الى الابد. ما كاينش شي واحد غادي يقول لك مثلا يستحيل الدنمارك تخلى على غرينلاند، يستحيل الدنمارك تبيع غرينلاند، ما يمكنش، ما كايناش مستحيل في السياسه. وحاجه اخرى، السياسيين اللي كيتكلموا احيانا كيتكلموا غير من اجل انقاذ ماء الوجه، من اجل انه باش ما يتحرش لا مع الناس اللي انتخبوا عليه ولا مع شعبه، ولا ما يتحرش في العالم. لكن من طبيعه الحال خلف الابواب ملي كيسدوا البيبان وكيديروا اجتماعات خاصه، الاجتماعات المقفوله، كيكون كلام ثاني، كتكون اتفاقيات اخرى، وكيكون واقع اخر. فالسياسه هي فن الممكن. الى اليوم كتقول لا غدا غتقول نعم، الى اليوم انت كتقول نعم غدا كتقول لا. فغرينلاند استراتيجيه بالنسبه لامريكان، خصوصا كاين تنافس كبير على الموارد الطبيعيه اللي فيها. غرينلاند عمرها حد الان ما تنقبات، ما تستكشفات، 80% مغطاه بالجليد، وخصوصا ما كنتكلموش على جليد اللي مئات الامتار ديال الجليد. لكن دابا منين بدا كيبيع كيذوب الثلج، وكاينه تقارير ديال المنظمات العالميه كتقول ان الثلج بدا كيذوب هناك، بزاف ديال الدول تشجعات انها تمشي لتما، منها الصين موجوده، وامريكان طبعا بطبيعه الحال قريبه ليها بزاف. فالمساله استراتيجيه بالنسبه لامريكان، المساله عندها علاقه بما يسمى بالحديقه الخلفيه ديال امريكان، وكذلك منطقه النفوذ ديك سفير اوف انفلونس، دائرة النفوذ الأمريكي، وغرينلاند موجودة في دائرة النفوذ الأمريكي. هادشي علاش كاينة رغبة في الشراء ديالها. من طبيعة الحال غتكون ما هو سري أكثر مما هو معلن، دائما هذه هي السياسة، يعني غادا تكون مفاوضات سرية أهم من هادشي اللي كيتعلن. هادشي اللي كيتعلن كيكون غير من أجل تهيئ الرأي العام، تهيئ المواطنين لا ديال الأمريكان ولا ديال الدنمارك أو غرينلاند، باش كيشوفوهم كيفاش كيتعاملوا معها الفكرة، واش قبلوها واش ما تقبلوهاش. أما بطبيعة الحال السياسة لها شجون. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة دار الخبر.